الخير يا استاذ فوزي. قصدك مساء الخير يا استاذ فوزي. الساعة 12:30 إلا 5، تعالي ميعادك 9:30 مش كده ولا ايه؟ معلش أنا آسف خالص، بس النهاردة بقى بالذات كان عندي مشوار مهم جدا. قولي عنده حد؟ الدكتورة كاميليا ومزاجه متعكر على الآخر. تصور بقى، النهاردة بالذات كان نفسي يكون رايق وهادي ومزاجه عالي قوي، بس هعمل ايه بقى؟ ما باليد حيلة. قصدك ما درتيش سعيد شاكر نط من البلكونه، كان قصده ينتحر، نقلوه المستشفى وبين الحياه والموت دلوقتي.